بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد درس جديد من دروس علوم سنة رابعة، أول درس في المفهوم الثالث من الوحدة الأولى، اسمه الضوء وحاسة البصر. يلا مع بعض نتكلم على الضوء. الضوء عبارة عن إيه يا ولاد؟ الضوء ده صورة من صور الطاقة. الجملة دي بتيجي أكمل في الامتحان، يقول لك الضوء هو صورة من صور إيه؟ أقول له الطاقة. طب الضوء يسير في إيه؟ تقول له يسير في خطوط مستقيمة. طب بيمشي على شكل ايه؟ على شكل موجات. طب اسم الموجات بتاعة الصوت متسمية على اسمه الموجات الصوتية. يبقى السطر ده مهم جدا، بيجي اكمل على طول. الضوء هو صورة من صور الطاقة تسير في خطوط مستقيمة على شكل موجات تسمى موجات صوتية. طب في حاجة مهمة لازم نعرفها يا ولاد، مصدر الضوء. يعني ايه مصدر الضوء؟ يعني المنبع اللي خارج منه الضوء، زي ما تقول الشمس كل يوم بتشرق من الشرق وتشع اشعتها علينا على كوكب الارض، يبقى الشمس مصدر للضوء. طب اللمبه اللي موجوده في الحجره او المصباح الكهربي مصدر للضوء. طب الشمعه مصدر للضوء. طب الفتاش او الكشاف اللي احنا بنقول عليه المصباح اليدوي مصدر للضوء. يبقى من المصادر الضوئية يا ولاد الشمس والمصباح الكهربي والمصباح اليدوي وكمان الشموع. طب يعني ايه المصدر؟ يعني المنبع اللي بينتج الضوء بنفسه وينبعث منه الضوء. طب مين أم الطاقات؟ الشمس. طب مين المصدر الرئيسي للضوء على سطح الأرض؟ الشمس. طب اعكس الجملة يا مستر حامد، الشمس هي ايه؟ هي المصدر الرئيسي للضوء والطاقة على سطح الأرض، عشان كده بيقولوا عليها يا مرام أم الطاقات. طب بالنسبة يا مستر للأجسام اللي ما بتطلعش ضوء خاص بها وتبقى عاملة زي المراية تعكس ضوء الشمس الساقط عليها زي القمر، دي يا ولاد لا تعتبر مصدر للضوء. حتى يجي لك سؤال علل، لا يعتبر القمر مصدر للضوء، أقول له لأنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه ولا ينبعث منه الضوء بذاته. جميل جدا. طب الضوء لو نزل على سطح وحصل له ارتداد، الارتداد ده اسمه ايه؟ انعكاس الضوء. طب ما معنى انعكاس الضوء بقى؟ ده تعريف مهم. انعكاس هو ارتداد الضوء عندما يسقط على سطح عاكس. كمان مرة، انعكاس الضوء هو ارتداد الضوء عندما يسقط على سطح عاكس. طب كل المواد بتعكس الضوء الساقط عليها، حيث يرتد الضوء امتى؟ لما يقابل سطح عاكس زي المراية زي صينية ستانلس. جميل. طب الضوء ده مهم؟ ايوه مهم طبعا، وخاصة للإنسان لكي يرى ما حوله. طيب الإنسان لا يمكنه الرؤية فين؟ في الأماكن المظلمة المعتمة أو الأماكن منخفضة الإضاءة. تعالى كده، أنت بتفتح مفتاح الباب البيت هتلاقي الأوضة عتمة، أول حاجة نعملها بندوس على مفتاح النور لكي نرى الأشياء ولا نتعرض للحوادث. يبقى الإنسان لا يمكنه الرؤية فين وفين؟ في الأماكن المظلمة والأماكن منخفضات الإضاءة. ولكن هناك بعض الحيوانات يا مالك زي القطط وزي البوم، مالهم ما شاء الله عليهم، بيستطيعوا الرؤية أفضل من الإنسان في الضوء الخافت. طب إيه السر يا مستر؟ إن ربنا سبحانه وتعالى حباهم وزودهم بمميزات تساعدهم على الرؤية. حتة مهمة جدا يا ولاد، كيف تتم عملية الرؤية؟ قبل ما أقول لك الإجابة أقول لك على مفهوم خاطئ انتشر زمان والناس صدقوه. كانوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان العين بتطلع الضوء فنرى الاشياء، وقعدوا الناس مقتنعين بالمفهوم ده سنين طويلة، لحد ما اجى عالم من العلماء العرب المشهورين المعروفين اسمه الحسن بن الهيثم وقال الكلام ده كلام خاطئ واثبت صحة مقولته الجديدة. قال ايه الحسن بن الهيثم؟ قال لازم يكون في مصدر للضوء زي الشمس بتطلع الأشعة الضوئية، الأشعة تنزل على الأشياء وليكن قلم أو كتاب، بعد ما تنزل عليها تنعكس إلى العين فتتم الرؤية، وهو ده الكلام السليم.
يبقى بالنسبة للعين عضو الإبصار عند الإنسان، وتشعر العين بالضوء القادم المرتد من الجسم، والعين بتبعت إشارة للمخ عبر السواق. مين السواق؟ الأعصاب اللي بترسل الإشارات العصبية إلى المخ. المخ بقى مترجم، مترجم يفسر المعلومات ويترجمها ويعرف صورة الجسم اللي قدامك إيه. آدي كيفية عملية الرؤية يا أولاد. تعالوا نتكلم على عملية الرؤية في الظلام. هل قدرة الإنسان زي الحيوان في الرؤية؟ طبعا الإجابة لا، تختلف قدرة الإنسان عن الحيوان في الرؤية في الظلام. طب علل ليه بيختلف، أو ده سؤال علل له يا أولاد، ليه بتختلف رؤية الإنسان عن الحيوان في الظلام؟ بسبب اختلاف تركيب العين. عين الإنسان تركيبها ومكوناتها مش زي تركيب عين الحيوان، خاصة الحيوانات الليلية اللي بتنشط ليلا وترى في الظلام أفضل من الإنسان. يبقى تختلف أعين الإنسان عن أعين الحيوانات الليلية النشطة في إيه؟ في إن أعين الحيوانات الليلية مالها نمرة واحد أكبر حجما ما شاء الله من عين الإنسان. ثانيا حدقة العين بتاعتها أكثر اتساعا. يبقى لو جالك سؤال علل، أو ما الفرق بين أعين الإنسان وأعين الحيوانات الليلية، نقول له الإجابة هي يا أولاد أعين الحيوانات الليلية أكبر حجما وأكثر اتساعا في حدقة العين. جميل جدا. على نعمل مقارنة بين الرؤية عند الإنسان والرؤية الليلية عند الحيوانات. بالنسبة للإنسان يا أولاد، يرى الإنسان خلال الضوء الخافت ولكن بصعوبة شديدة، والرؤية بتكون غير دقيقة في كتير من الأحيان. ولكي يرى في الظلام يبقى محتاج لإيه؟ نظارات الرؤية الليلية. يبقى كيف أو لماذا يحتاج الإنسان للرؤية في الظلام؟ نقول له الإجابة، يحتاج إلى نظارات خاصة بالرؤية الليلية. طب هل الكلام ده محتاجه الحيوان؟ لا، بعض الحيوانات الليلية بتستطيع الرؤية في الظلام وأيضا في الضوء الخافت، زي حيوان اسمه القط السماك. فين القط السماك ده يا ولاد؟ أهو الوحش اللي قدامنا ده، أدي القط السماك. طب صفته إيه يا مستر؟ ده قط بري. يعني إيه بري؟ يعني بيعيش على البر وعنده القدرة على صيد الطعام ليلا. ليه؟ لأنه من الحيوانات النشطة ليليا التي ترى في الظلام وفي الضوء الخافت. مش بس كده، ده ربنا زوده بتركيب للعين مميز جدا بيمنحه الرؤية الليلية الدقيقة كمان، ويتصيد الفرائس في الظلام. يبقى ما مميزات عين القط السماك؟ نمرة واحد، لديه تركيب عين مميز برؤية ليلية دقيقة. ثانيا يستطيع صيد الفرائس ليلا في الظلام. ما شاء الله عليك يا قط يا سماك. القط السماك حيوان ليلي ينشط ليلا، وربنا خلق له غشاء، والغشاء ده موجود في آخر العين من جوه في مؤخرة العين. طب فايدته ايه؟ يعمل كمرآة، اول ما الضوء يجي على العين يرتد من خلالها الضوء بمجرد ما يدخل للعين، فيجمع كمية كبيرة من الضوء فتساعده على الرؤية في الظلام الخافت وفي الظلام. جميل جدا. تعالوا نتكلم عن بعض مصادر الضوء. وكلمة مصادر يعني منابع، يعني الضوء بيجيلنا منين. أهم عنصر يا أولاد الشمس، أم الطاقات والمصدر الرئيسي للضوء والحرارة والطاقة على سطح الأرض، وأيضا النار مصدر للطاقة الضوئية، والشموع مصدر صناعي، والمصباح الكهربي مصدر صناعي، والفتاش أو الكشاف أو المصباح اليدوي مصدر صناعي. كل دول مصادر صناعية، ما عدا الشمس مصدر طبيعي رباني من عند ربنا سبحانه وتعالى. جميل جدا. مصدر الضوء معنى إيه؟ والجسم الذي ينبعث منه ضوءه الخاص. لازم يكون هو اللي بيطلعه، مش مستلفه من الجيران زي القمر ما بيستلف أشعة الشمس ويعكسها. ملاحظات مهمة، تعتبر الشمس إيه؟ المصدر الرئيسي للضوء على سطح الأرض، ولكن هناك أجسام تبدو منيرة. زي مين؟ زي القمر
ولكنها لا تعتبر من مصادر الضوء. ليه؟ أو ده سؤال إيه؟ علل. لا يعتبر القمر من مصادر الضوء لأنه لا يصدر ضوءا خاصا به، ولكنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه زي القمر. ودي التعليل بالإجابة النموذجية. لا يعتبر القمر مصدر للضوء لأنه لا ينبعث منه ضوء الخاص، ولكنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. آدي السؤال وآدي الإجابة. ونيجي لكيفية رؤية الأشياء. قلنا في أول شريحة إن الضوء ماله يسير في خطوط مستقيمة، ساعة ما قلت لك بتيجي أكمل. طب بالنسبة لعنينا بترى الأشياء إيه؟ بترى الأشياء اللي بتطلع ضوء، اللي بينبعث منها الضوء زي المصدر. طب تاني خطوة، يسقط الضوء ده على الأشياء. طب بعد ما يسقط على الأشياء يرتد وينعكس. أهي دي مرادف يا ولاد، مرادف يعني نفس المعنى. يرتد أو ينعكس الضوء إلى الإيه؟ إلى العين، فترى العين الأشياء. يبقى دي مين يا جماعة؟ دي خطوات عملية الرؤية اللي قلت لك قالها العالم العربي الكبير الحسن بن الهيثم. أولا يسقط الضوء على الأشياء، ثانيا ينعكس الضوء من الأشياء إلى العين فتتم عملية الرؤية، والصورة بتوضح المعنى. شايفين الشخص ده؟ آه شايفينه. شايفين الشمس دي؟ آه. شاف القصيص اللي فيه الزرع والوردة إزاي؟ إزاي شافها؟ في النمرة واحد، الضوء سقط من الشمس على الوردة أو على القصيص، يبقى دي الخطوة الأولى. يسقط الضوء من الشمس على مين؟ على القصيص. طب الخطوة الثانية، ينعكس الضوء إلى العين فتتم الرؤية. أدي خطوات عملية الرؤية. ونيجي لتدريبات الدرس الجميل الظريف اللطيف الخفيف. ضع علامة صح وغلط يا واد يا مالك. يحتاج الإنسان إلى مصدر الضوء لكي يرى بوضوح، ودي محتاجة تفسير. الإجابة صحيحة. يسقط الضوء من العين على الأجسام فتحدث الرؤية. هي العين يا عم الحاج مصدر للضوء؟ هي العين يا حبيبي مصباح؟ إجابة خاطئة. النقطة الثالثة، يستطيع الإنسان أن يرى في الضوء الخافت لو لبس نظارات الرؤية الليلية. كلام جميل، ما أقدرش أقول حاجة عنه. تمتلك جميع الكائنات الحية القدرة على الرؤية في الظلام. بيقول جميع؟ لا مش جميع، في وفي، في حيوانات ليلية تستطيع وفي ناس لا تستطيع. ينتقل الضوء في خطوط مستقيمة. إجابة سليمة. نيجي للنقطة الثانية وسؤال جديد، اختر الإجابة الصحيحة من الإجابات المعطاة. ومعانا 5 جمل يا أولاد. الجملة الأولى يا مودة، الطاقة مين بتؤثر على المستقبلات الحسية بالعين فتسبب الرؤية؟ يجي ولد يقول ده المستقبلات الحسية ما شاء الله، عندنا يا مستر الأذن والعين والأنف وي وي. أقول له بس قال لك بالعين. طالما قال لك بالعين يبقى الإجابة مين يا أولاد؟ يبقى الإجابة الطاقة الضوئية، لأنها مرتبطة بمستقبلات الإحساس بتاعة العين. طب مين الجهاز المسؤول عن إننا ندرك لما تراه العين؟ الجهاز المسؤول هو مين يا أولاد؟ الجهاز العصبي، لأنه مرتبط بالمخ اللي بيجيله الإشارات العصبية من العين. جميع ما يلي من مصادر الضوء ما عدا مين؟ برافو عليك، ما عدا العين. العين مش مصدر للضوء، ولكن الشمعة آه، والنار آه، والمصباح أيوة. جميع الحيوانات الآتية عندها تكيفات بتمنحها حاسة إبصار مميزة، ما عدا مين؟ مين اللي ما عندوش الصفة دي؟ برافو عليك اللي قال. الخفاش. الخفاش هو الإجابة الصحيحة. النقطة اللي بعدها، مين المصدر الرئيسي للضوء على سطح الأرض؟ طبعا الشمس، مفيش جدال ولا كلام. خلصنا سؤال، اختر ونروح لسؤال جديد وجايب لي 5 كلمات وعايزين نختار منهم في ال4 جمل دول اختيار الكلمة المناسبة في المكان المناسب. يا واد يا باسم، يساعد مين الموجود في مؤخرة عين القط السماك على تجميع الضوء فتتم الرؤية بصورة جيدة؟ مين يا ولاد الإجابة؟ برافو عليك، الغشاء اللي موجود فين؟ في مؤخرة العين. في الحيوانات الليلية بتكون مين أكثر اتساعا من الإنسان؟
برافو عليك. الحدقة، حدقة العين، الحيوانات الليلية اللي عندها حاسة بصر ضعيفة ممكن تستخدم إيه لجمع المعلومات؟ طالما العين ضعيفة يبقى تدور على حاسة أخرى وجهاز أو عضو آخر وهو الأذن، وتنمي حاسة السمع. بترسل العين إشارة كهربية إلى مين؟ عبر الأعصاب ليفسر. مادام قال يفسر يبقى المفسر والمترجم المخ يا ولاد. منيجي للسؤال الأخير، وأمامك حيوان، الحيوان معروف جدا واسمه إيه؟ اسمه القط السماك، من الحيوانات الليلية. ينشط هذا الحيوان ويصطاد طعامه إمتى؟ أقول له ليلا. جميل. الرؤية الليلية عند هذا الحيوان أقوى ولا أضعف من الإنسان؟ أقول له أقوى، علشان عنده غشاء في مؤخرة العين يساعد على الرؤية الليلية. يا فوزية، تلمع أعين الحيوان بسبب تكيف إيه؟ أقول له العين خلقها ربنا سبحانه وتعالى، يبقى تكيف تركيبي. بكده يا ولاد خلص درسنا الجميل الخفيف الظريف، الضوء وحاسة البصر، أولى دروس المفهوم الثالث من الوحدة الأولى. يا رب الدرس يكون بسيط وسهل ومفهوم.